مشاهدينا مرحب فيكم بهذه التغطية الخاصة لاستمرار قبول طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس إدارة المحلية في المحافظة. تفاصيل أكثر مع رسالتنا اليوم من مديرية الزراعة في المحافظة، لكن بعد الفاصل. تفاصيل أكثر مع مراسلتنا علا أحمد، متواجدة حاليا بمديرية الزراعة لتسليط الضوء على عملية استمرار قبول طلبات الترشح لأعضاء انتخابات مجالس الإدارة المحلية. تفاصيل أكثر علا معك من مديرية الزراعة، كيف عم تكون الأجواء وكيف عم تكون العملية، عملية قبول طلبات الترشح؟ أكيد تحية لك نادين، تحية لكل حدا عم بيتابعنا على قناة أوغاريت وإذاعة أمواج اف ام. نحن متواجدين حاليا بمديرية الزراعة على الاطلاع أكثر، خلينا نقول على استلام أوراق ترشح المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة المحلية. طبعا عدة شروط المفروض أن تتواجد بالمرشح. اللجنة القضائية هي المختصة بدراسة طلبات الترشح للاطلاع أكثر على سير تقديم الأوراق لمجالس وللترشح لمجالس الإدارة المحلية. رح يكون معنا رئيس اللجنة القضائية الأستاذ أيمن سلهاب، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. القاضي زياد سلهاب، رئيس لجنة الترشيح لانتخابات الإدارة المحلية في مدينة اللاذقية. نحن كلجان ترشيح بيتم تسميتنا من قبل اللجنة العليا القضائية. نحن هون عبارة عن لجنتين لقبول، مهمتنا تلقي قبول طلبات الترشيح، البت بقانونية الأوراق ودراستها ومدى استيفاء للشروط المطلوبة. هي طبعا نحن ناشرين قوائم برا، كل فئة عندنا فئتين ألف، هي عمال وفلاحين، والفئة به هي باقي فئات الشعب. ناشرين نحن برا كل فئة شو الأوراق المطلوبة وشو المستلزمات. نقوم نحن بدراسة هذه الطلبات، الطلبات المقبولة نقرر قبولها كلجنة، الطلبات الغير مقبولة يتم رفضها. طبعا نحن معنا مدة 5 أيام من تاريخ تسجيل الطلب للبت بقانونية الطلب واستيفاء الشروط. بعد 5 أيام في حال نحن ما بتينا كلجنة في الطلب يعتبر مقبول حكما. المرشح يلي تم رفض طلب ترشيحه لسبب أو لآخر، هناك لجنة فرعية هي مهمتها قبول الاعتراضات والبت فيها. المرشح من تاريخ نشر الأسماء في مقر اللجنة بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس القادم، معه 3 أيام للاعتراض على رفض الطلب. اللجنة الفرعية هي بتبت بهيدا الطلب، إما بتقبل وإما بترفض. عدد المرشحين إلى الآن من محافظة اللاذقية طبعا والحفة والقرداحة ضمن يمكن نطاق واحد، عدد المرشحين طبعا بشكل غير تقريبي غير دقيق بلغ حوالي 500 أو ما بين 500 أو 600 مرشح في اليوم الرابع للتقديم الطلبات. حكم نحن عنا يوم جمعة كان أول يوم، وسبت هو عطلة رسمية، فاليوم الوضع مختلف تماما. يعني في إقبال على التقديم؟ إقبال كثيف جدا ومختلف تماما الوضع اليوم عن اليومين اللي سبقوا. يعطيك ألف عافية الأستاذ زياد سلهب، يعطيك ألف عافية، بالتوفيق. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. طبعا سنستمر ونحن ننتقل على اللجنة الثانية للاطلاع أكثر عن واقع تقديم الطلبات وللترشح لمجالس الإدارة المحلية. مثل ما ذكر الأستاذ زياد، بالفعل إقبال من قبل المواطنين لتقديم طلبات الترشح، واليوم وزارة الداخلية مددت العمل بكافة الوزارات والمديريات التابعة لها في المحافظات للسماح للمواطنين بالحصول على كافة الوثائق المطلوبة من كافة النقاط، سواء سجلات مدنية وغيرها والأحوال المدنية للتعرف أكثر للحصول على هذه الأوراق للتقدم لطلبات الترشح. نتعرف أكثر على استلام أوراق الترشح، رح يكون معنا رئيس اللجنة الثانية الأستاذ أيمن بلال، يعطيك ألف عافية. سهلين. طبعا
نحن باليوم الرابع لتقديم الطلبات للمرشحين، نحكي عن الإقبال. طبعا عم نشوف بالكاميرا في إقبال للمواطنين. اليوم الإقبال مميز جدا، كان باستثناء اليوم الأول والثاني كونه كان عطلة رسمية. اليوم صار في تسهيلات كثير للمتقدمين، هلا تعليمات من السيد المحافظ ومن السيد المحامي العام صار في تسهيلات، فكان الإقبال كثير اليوم. طبعا الانتخابات عم تتم في القانون 5 لعام 2014، أعطت الحق لكل ناخب، لكل متقدم وللناخبين الحق في اختيار ممثلين في مجالس الإدارة المحلية ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية. والانتخاب وفق القانون نفسه حق وواجب على كل مواطن بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني أو رأيه، هذا ما نص عليه قانون الانتخابات. نحن كلجنة قضائية مهمتنا التدقيق في طلبات المتقدمين من حيث الشكل، قبوله شكلا أو رفضا. القبول أنه أتم 25 بتاريخ تقديم الطلب، عربي سوري منذ أكثر من 10 سنوات، غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، يجيد القراءة والكتابة، غير محروم من حقه الانتخابي. في 3 شروط كمان نوى عليها القانون نفسه، ممنوعين من تقديم طلباتهم أو ترشح للانتخابات مجالس المحلية: المحكوم بجناية، المحجور عليه، اللي عنده عاهة عقلية. نحن معنا 5 أيام بالقانون للبدء بهذه الطلبات قبولا أو رفضا. عن التسهيلات المقدمة من قبل اللجنة القضائية للمرشحين، واليوم شفنا وزارة الداخلية أصدرت تعميم بتمديد الدوام الرسمي بكافة المؤسسات للساعة 8 مساء. هلا صارت طبعا دوائر الدولة كلها للساعة 6-7 حين عم تضل دوائر دولي. في كانت بالنسبة للموظفين أنه الموضوع السجل التجاري، نفي السجل التجاري كان هذا أو صناعي، هذا شوي كان مرهق للمتقدم. فهلا أجت التعليمات أنه لا، بيكتب تصريح على مسؤوليته الشخصية أنه أنا لا أملك سجل تجاري أو صناعي. هاي من ضمن التسهيلات على مسؤوليته الشخصية. بيكون مسؤوليته الشخصية طبعا بتحمل كافة المسؤولية على هالموضوع هذا. لك يعطيك ألف عافية وبالتوفيق بالانتخابات، يعطيكم ألف عافية. هلا يا هلا. طبعا نحن مستمرين برصد تقديم المرشحين للأوراق لحتى نكون مع أعضاء اللجنة. يعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية أستاذ، أهلا وسهلا فيكم. نحكي عن تقديم الأوراق ونحكي عن الإقبال. أهلا وسهلا فيكم. نحن اللجنة من محافظة اللاذقية، طبعا مهمتنا هي استقبال الطلبات وتدقيق الأوراق المطلوبة للأخوة المرشحين، ونحن مهمتنا هي مهمة داعمة للجنة القضائية بالفرعية الموجودة بمحافظة اللاذقية. تفضل، أهلا وسهلا فيكم. يعطيك ألف عافية، شكرا لإلك. طبعا كمان رح يكون معنا كمان مشارك باللجنة، يعطيك ألف عافية. نحكي عن دوركم. نحن هو اللجنة داعمة إلى اللجنة القضائية، نستقبل الطلبات من الأخوة المرشحين، مندققها ونبعثها للسادة القضاة. مندقق هون الشروط وبعدين مندقق للجنة القضائية طبعا. نحكي عن الأوراق المطلوبة. هو غير محكوم، سند إقامة، إخراج قيد، مكتوب على عربي سوري أكثر من 10 سنوات، صورة مصدقة عن الشهادة. إذا كان على القطاع ألف طبعاً بده، غير مشترك بسجل صناعي وتجاري وشو اسمه. إذا كان في من نقل موطن انتخابي، إذا كان بده ينتقل من دائرة لدائرة. يعطيك ألف عافية وبالتوفيق، بالفعل عمل مضني عم تقوموا فيه. يعطيكم ألف عافية. طبعاً هيدي كانت رسالتنا لليوم من مديرية الزراعة ومن استقبال الطلبات وأوراق المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة المحلية. أكيد بالنهاية انتخابات مجالس الإدارة المحلية هي خطوة يمكن للمضي قدما، لأنه بالأكيد مجالس الإدارة المحلية مهمتها هي النهوض بالمحافظة سواء سياحيا وبجميع المجالات. أكيد لهون بنكون خلصت رسالتنا لليوم. العودة لكم زملائنا بالأستوديو. لك علا، يعطيك ألف عافية. ومثل ما شفنا مشاهدينا ضمن رسالتنا، يعني عم تكون الإجراءات والتسهيلات للإخوة المواطنين لإتاحة الفرصة بشكل أوسع وأكبر بالنسبة للإخوة المواطنين الراغبين بالتقدم لطلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في المحافظة. طبعا سواء كانت الجهود موصولة من وزارة الداخلية إلى المحافظة اليوم باللاذقية وجميع المحافظات في سوريا، يعني دعما لسير عملية تقدم لطلبات الترشح للمجالس إدارة المحلية. وإن شاء الله يا رب تكون فعلا على قدم وساق وتكون بشكل أدق، لتكون فعلا هي بشكل تماس مع الإخوة المواطنين بشكل مباشر باعتبار هي الجهة الأهم بالنسبة للإخوة المواطنين. تفاصيل أكثر عن الانتخابات أو عن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية باستطلاعنا القادم، خلوكم معنا ضمن هذه التغطية.
قوانين الإدارة المحلية هي أنظمة ديمقراطية حقيقية وصحيحة من أجل إبعاد الإنسان عن مركزية الحكم والسلطة، وهي نقل هموم الناس من المواطن إلى الحكومة بشكل مباشر وحلها. هلا أول شيء لازم يكون في عمل مشترك بين يعني اللي بده يستلم هذا المنصب والمواطن، بده يحس بالشيء اللي مطلوب، اللي لازم نحن نوصل له ويقدر يوصلنا له مثل ما بيقولوا لبر الأمان، وهذا الشيء يعني عن جد نحن مفتقدينه هاي الفترة. والله ما بعرف، ما هيك أمور ما كثير متبع فيها. هي بتأدي الخصائص إنه بتأدي بتمس بتسير أمور الناس في مجال الخدمة. المجالس المحلية يعني البلديات أكيد، أنا بعرف بالبلديات فقط لا غير، بعرف بالمحافظات، بالمحافظة بعرف أعمالهم الطرقية، أعمالهم الخدمية، أعمالهم اللي يقوم بها المهام كلياتها. هلا هي بتمثل عامة الشعب، وبتكون هي الراعية والمهتمة بشؤون الرعية اللي هو الشعب. أضف إلى ذلك هي بتشارك باتخاذ القرار، بتشارك بالتخطيط، بتشارك بعملية تلبية احتياجات المجتمع. نحن عم نلاحظ كتير إنه غالبية اللي عم يستلموا يعني بالبداية كله بيعطي خطابات وحكي وحكي، وآخر شيء ما في فعل. بدنا شيء يحقق، يقدم، يطور. يعني نحن بحاجة لك لأي شيء يحسن وضع البلد. نحن بلدنا إن شاء الله يعني بتتحسن والأمور كلها رح ترجع أفضل، بس يعني هيدا الشيء ما بيصير إذا ما كان في ناس كفأ للمكان اللي هي بدها تكون فيه. فبنتمنى بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله بالشخص المناسب بالمكان المناسب، وأكيد بقيادة الدكتور بشار الأسد. نأمل التوفيق باختيار المرشح الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل بإذن الله. كانت هذه رسالتنا لليوم، مني ومن فريق العمل كل محبة، إلى اللقاء.